السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا كسكسو. اذا انا نحتاج، انا عندي اللحم غلمي، اللحم على حسب القياس العائله، عندي مطيشه طحنتها، البصله درت 4 البصلات، مويان، بيض مخلطه بيضه وحمراء، والحمص، والمعلقه كبيره البزار، معلقه كبيره ديال السكنجبير، معلقه نص معلقه ديال الخرقوم، والزعفران الحر، والملح على حسب كل واحد يدير الملح على حسب قدو شحال كياكل. يلا بسم الله نبداو. نزيد العطريه، حمص، مطيشة، تقريبا 4 مطيشات. الزيت ما غاديش نديره دابا حتى اللحم يشرب العطريه، الملحه، خليه يشرب شويه، عاد نزيد دابا شويه ديال الماء، شويه فيني يتشحر اللحم، من بعد فاش نبغي ندير الزيت نوريكم ان شاء الله. ندير البصله، هذا القياس تقريبا 1.25 كيلو ديال السميده. انا الخضره ما غاديش نديرها كامله هنايا حيت عندي البرمه صغيره، غادي ندير طنجره اخرى باش ما تفرتتش ليا. المهم نخليوها تشحر مزيان، عاد غادي نزيد عليها الزيت ان شاء الله. بالنسبه للخضره غادي نحتاجو بطاطا، ندير بطاطا حلوه، جوج خيزوات، لفت محفور، 3 القرعات قرعه خضراء، جوج مطيشات، ربطات الربيع، الفلفله، دنجال، اللفته، اللفته قداش هذه تبارك الله. ايوا وغادي ندير القرعه الحمراء هذه. ايوا هذا الشيء اللي كاين. ها هو دابا صافي شرب. غادي ندير الزيت، واحد نص كاس ديال الزيت، انا طيب نطيبها جوج، ندير حتى هنا بعد ما دابا غادي ندير نمرق. الماء سخون، خاصو يكون سخون. دابا غادي ندير السميده، كندير السميده الرقيقه تقريبا 1.25 كيلو. ندير لها الزيت هي الاولى، ما تنديرش الماء، شويه ديال الزيت. ندير لها باش تشرب هذيك الزيت كلها يعمرو. ندير دابا ياغلي في الكسكاس، تفور هكاك ربع ساعة،
حتى بدا يطلع فيها داك البخار خليوها ربع ساعه. هاو فار دابا غادي نهزو تقريبا واحد جوج كيسان ديال الماء على حسب السميده. عاوتاني نبدا نحل غنخلي اللحم طيب مزيان حيت الخضره دغيا كطيب. زيد شويه الماء، الماء راه درت فيه شويه مليحه صافي نشربها نخليها تشرب. دابا غادي ندير الخضره دايره لنا دايره جوج هذه برمه وهذه. غادي نزيد المحفور واللفت اوب وخيزو هما الاولين غادي ندير. من بعد عاد غادي ندير الخضره شي هنا شي هنا حيت ما غاديش يقدوني. يعني دابا غادي ندير الفوره الثانيه هذه ان شاء الله. ما على حسب السميده كل واحد السميده اللي كيدير. انا غادي الفوره ثلاثه الفورات. ها هو دابا فار الفوره الثانيه غادي نهزو نشوف اللحم واش اللحم باقي شويه خليه يطيب. الفورة الثانية قعدت معليش نشوف واش بارك عليه من الماء ولا نزيد. بالنسبة لي انا بارك عليه من الماء صافي. دابا غادي نزيدو الفورة الثالثة من بعد تنبغي نسقي ان شاء الله. غادي ندير ليه واحد شوية الزيت صافي. صافي غادي نخليه دابا تيبرد ونعاود فاش نبغي نسقي غادي نفور الفوره الثالثه غير طلع فيه الفوره ونحيدو. نكمل الخضره ندير القرعه حمراء هنايا وندير بطاطا معاهم هنايا هنايا غادي ندير بطاطا حلوه وندير القرعه الخضراء. تبانلو حل القرعه الخضراء شات وجوج فليفلات نلوح ماشي نرمي نلوح نزيد
وربطه ديال الربيع. شويه عاد ندير الزعفران الحر والخراني. بالنسبه لبنات الفوره الثانيه راه زدت شربتو، راه ما صورتهاش، زدت شربتو تقريبا شي جوج كيسان ديال الماء صافي. يعني دابا غادي ندير الزعفران، البنات ها هو كسكسو، ما صورتش ما بقيتش كيفاش ندير نصور، الكاميرا ما بغاتش عاد خويتها. يلا بالصحه والراحه.